وكذلك لك أن تقول اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر أنه كان يعلم التابعين أن يقول هذا الدعاء، فقد ورد في صحيح مسلم أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل يسمع هذا الكلام، فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ لأنه كان كثيرا ما يحدث عن عمر. فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نتكلم عليه، أن رسول الله خير من أبي، طبعا هذا الذي نتكلم عنه في مسألة سب الرسول صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها آنفا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب إلى عبد الله بن عمر من أبيه عمر، وهو من هو، ولكن يقول من خير من عمر وصدق. وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان كذلك يعلم هذا الدعاء الذي سأذكره، كان يعلمه التابعين أنهم إذا أرادوا أن يناموا أن يقولوا اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقض عني الدين وأغننا من الفقر. فروى هذا الحديث جماعة من التابعين عن أبي صالح، وأبو صالح كان يروي عن أبي هريرة. نعم، كان أبو صالح يأمر الناس إذا أراد أحدهم أن ينام أن يضجع على شقه الأيمن ثم يقول هذا الدعاء المبارك. وكذلك من الأدعية الثابتة اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيتي. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيتي، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. ومن السنة أن تسأل الله عز وجل قبل أن تنام أن يجعلك في الندي الأعلى. ما معنى الندي؟ يعني في الملأ الأعلى مع الملائكة. عن أبي الأزهر الأنماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى، في الملأ الأعلى من الملائكة، أن تكون معهم. كما أن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة وهم الملائكة. فهذا دعاء إذا مات الإنسان من ليلته إن شاء الله يلحق بالملأ الأعلى من الملائكة، وأن يحفظ حتى في منامه حتى يستيقظ، لأنه يقول بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني. مفهوم يعني أخسئ شيطاني وفك رهاني؟ طيب، الإنسان إذا أوى إلى فراشه يتبعه شيطان وملك، فإذا ذكر الله عز وجل تخلى عنه الشيطان وبات معه الملك على رأسه يحفظه، وإذا نام ولم يذكر الله عز وجل تخلى عنه الملك ويبقى معه الشيطان. فإنك إذا أويت إلى فراشك تقول اللهم أخسئ شيطاني، اخزيه وابعده عني، وفك رهاني، لأن الله عز وجل يقول كل نفس بما كسبت رهينة رهينة. صحيح. في هذه الدنيا